قال رحمه الله: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضه كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه ذلك لحصول الثواب له. هنا يقول المصنف: كل قربة تشمل البدنية والمالية فعلها المسلم، لأن غير المسلم أصلا لا يؤجر، فكيف يؤجر لغيره؟ وجعل ثوابها، عبر المصنف بقوله جعل ثوابها، يشمل إذا نوى الإهداء قبل الفعل أو عند ابتداء الفعل أو بعد الفعل، لأنه قال وجعلها، وسيأتي لإشارة لخلاف هذه المسألة، لكن هنا صرح بأن جعل الثواب ليس مشترطا قبل الفعل. قال: جعل ثوابها أو بعضه، كان يقول نصف هذا الثواب لفلان ونحوه كالثلث أو الربع لمسلم، لأنه يدل على أن غير المسلم لا يجوز إهداءه الثواب، حي أو ميت يجوز إهداء الثواب للحي والميت. قال: جاز ونفعه ذلك. وهذا قول السلف، بل أغلب السلف على ذلك، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل إن شيخ الإسلام تيمية بنى بعض المسائل الأصولية في أصول الاعتقاد على هذا الأصل، وللشيخ رسالة كاملة موجودة في أن الميت ينتفع بإهداء الثواب، إنما خالف في هذه المسألة الشافعي، وأغلب مشايخنا على خلافه، والذي أظهر أنه صار لقول الشافعي هو الشيخ بن باز. المشايخ قبله كانوا يتوسعون وماشين على قول الجمهور وقول كثير من السلف الصالح بجواز إهداء الثواب للميت، والشيخ عليه رحمة الله تبنى أو أخذ برأي الشافعي وهو عدم جواز إهداء الثواب، وخاصة في الأعمال البدنية. ولكن على العموم الجمهور كما ذكرت لكم والآثار متتابعة، والشيخ تقيدي له رسالة كاملة في جواز إهداء الثواب، وأن الميت ينتفع بعمل الأحياء إذا أهدوها له، وهذا قول في غاية القوة حقيقة. وهذا معنى قوله: المسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه ذلك، نفعه هذا، والذي وزع الأرزاق هو الله عز وجل. قال: لحصول الثواب له، يعني ينفعه ذلك بحصول الثواب له في الإهداء. ثم قال المصنف: حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حتى إشارة لخلاف، فإن بعض من أهل العلم كأبي البركات وقبله ابن عقيل في الفنون قالوا إنه يجوز الإهداء للرسول صلى الله عليه وسلم. أبو البركات حفيده رد ذلك، وتابع حفيده ابن القيم في كتاب الروح، فقالوا إنه لا يعرف عن السلف أنهم أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يعرف ذلك إلا عن بعض المتأخرين في عصر أحمد أو بعده بيسير من شيوخ البخاري. ولذلك قرر الشيخ تقي الدين أن من كان معلما للناس الخير كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدى له الأجر، لأن أعمالنا له مثلها، من دل على خير كان له مثل أجر عامله من غير أن ينقص من أجوره شيء، هو أصلا حصل على الأجر، ولذلك لا يشرع. وهذا هو الأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأجر ابتداء من غير إهداء، فيكون حينئذ الإهداء تحصيل حاصل، وحرم المرء نفسه أجرا أهداه لغيره. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأجل، وهذا وجيه، وهو أنسب لمقام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. من قال رحمه الله: من تطوع وواجب تدخله النيابة. نعم، قوله من تطوع أي التطوعات البدنية والمالية يجوز، وواجب تدخله النيابة أي الواجبات التي يدخلها النيابة في الحياة كالحج فإنه يدخله النيابة، ومثلها النذور فإن النذور تدخلها النيابة. قال: أولى. هنا قوله أولى أي أو لا تدخله النيابة، وهذه مشكلة، لأن هذه الكلمة فيها إشكال، لأن هناك أعمال لا تدخلها النيابة، الواجبات لا تقضى عن الميت مطلقا، لا يقضى واجب عن الميت إذا كان ميتا، ولا يقضى واجب عن الحي إذا كان حيا، إلا واجب واحد أو واجبان المعجوز عنه مثل الحج، فيجوز القضاء عن الحي إذا عجز عنه فقط الحج، والمنذور بعد الوفاة من مات وعليه الصوم صام عنه ولي، سيأتينا في الصيام. لذلك يقول المنصور إن هذا هو معنى قول القاضي: إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأ ما عليه. ثم نقل منصور عن صاحب المبدع أن هذا القول فيه بعد، ولذلك فإن عبارة أولى المحققون كصاحب المبدع أو غيره استشكلوها وليست دقيقة. كصلاة، نعم، ودعاء، كصلاة وكدعاء واستغفار وعتق وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها. قراءة قرآن هو الذي يتعبد بلفظه، نعم. واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله. نعم، قوله واعتبر بعضهم مراده بن عقيل أنه يجوز الإهداء إذا نوى الإهداء، نواه أي نوى إهداء العمل الصالح حال الفعل، أي أثناءه أو ابتداءه أو قبله، أي قبل الفعل. وهذا القول يعني وهاه وضعفه ابن مفلح ورده. نعم.
ويستحب إهداء ذلك فيقول. نعم، يستحب إهداء ذلك بالطريقة التالية، فيقول أتى بالصيغة الأولى، اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. نعم، قوله اللهم اجعل ثواب كذا لفلان، بعضهم تأدب فيقول مثل صاحب مستوعب، يقول اللهم إن كنت أثبتني عليه فاجعل ثوابه لفلان، يعني من باب الأدب. قال ابن تميم هذا في مختصره، وهي نقلت أيضا عن شيخه المجد بن تيمية. والأولى أن يسأل أجر من الله تعالى ثم يجعله له، فيقول اللهم أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان. نعم، الله عز وجل أعلم بما في القلوب سبحانه وتعالى.